مرحبا شباب، كيف الحال؟ رجعنا معكم مقطع فيديو جديد، والفيديو اليوم نتكلم عن أفلام فشلت مع أنها أفلام أسطورية. أوكي، هذه الأفلام بنظري هي من الأفلام الممتعة، إذا يعني ما عجبتك مرة راح تستمتع بوقتك، يعني مو شرط تكون مرة واو هذه الأفلام، لكن هي أفلام ممتعة وأنا متأكد إن ما أحد راح يشوفها وراح يمل. بشكل عام يعني هذه الأفلام ما أخذت حقها، يا إنه يكون أحيانا الإعلان للفيلم كان مرة خايس، أو إن الممثلين اللي بالفيلم يجيبوا العيد في أشياء تخلي الناس ما تتابع هذا الفيلم. لكن بنظري وبنظر كثير مثلي شافوا إن هذه الأفلام جدا ممتعة لكن ما أخذت حقها. أوكي يا شباب، أنا اليوم جايب لكم ثلاث أفلام ما أخذت حقها لا من الإعلان ولا من المتابعين، لأن الكثير كان يذبها وما كان متوقع إن الأفلام راح تطلع بهذا المستوى. يعني راح أتكلم معاكم عن قصة الفيلم وتقييم الشخص للفيلم وسبب فشل هذه الأفلام. أوكي، أول فيلم معانا هو فيلم R.I.P.D. قصة الفيلم يا شباب عن اثنين شرطة يكونوا رايحين بمهمة رسمية، واحد منهم يغدر في صديقه ويذبحه. طبعا ما أحد منا يعرف ليش هذا الشخص غدر في صاحبه وليش قتله، لكن هذا الشخص ما يموت، ينتقل لعالم ثاني، والعالم الثاني هذا يكون بين عالم الموتى وبين عالم البشر، يعني يحكرهم بين عالمين. فتكون قدام هذا الشخص اللي مات عنده مهمتين، يا يعني انه ينتقل للعالم الثاني انه يموت وخلاص يعني ما راح يرجع للحياة، او انه يرجع مرة ثانية للحياة بجسم شخص ثاني ويحقق في الموضوع اللي صار معه، يعني ليش خويه غدر فيه وقتله. هذه كانت قصة الفيلم بشكل مختصر. طبعا الفيلم هذا كان جدا ممتع وجدا فيه مشاهد انا ما كنت متوقع اني اشوفها بهذا الفيلم، يعني لما بديت الفيلم ما كنت متوقع اني راح اتحمس مع الشخصيات وراح انفعل معاهم وراح ادخل جو هذا الفيلم، يعني كان جدا شيء غريب. تخيل نفسك انت رايح تتابع فيلم لكن انت مو متوقع ان الفيلم هذا راح يكون مرة خطير، لكن تكتشف انه جدا روعة. التمثيل كان جدا خرافي والشخصيات كانت جدا ممتعة، يعني تحس انك قاعد تتابع فيلم من افلام راش هاور او فيلم من افلام باد بويز، يعني كان الجمع بين الممثلين وطريقة التقديم بالفيلم جدا خرافية. اسباب فشل هذا الفيلم لان الفيلم كان جدا شبيه لمجموعة افلام مان ان بلاك، العالم كان مرة شبيه لعالم فيلم مان ان بلاك، يعني كل شيء بالفيلم كان تقريبا مأخوذ من عالم مان ان بلاك، كأنهم كانوا يبون هذا الفيلم يندمج مع هذا الفيلم بطريقة أو ما، لكن ما ضبطت معهم. فهذا كان الشيء المحبط بالفيلم واللي خلى ناس كثيرة تفكر أن الفيلم تقليد الفيلم مان إن بلاك وما أعطوه فرصة وما أحد منهم تابعه. لكن أنا بالنسبة لي الفيلم كان جدا خرافي، يختلف شوي عن مان إن بلاك، يعني القصتين تختلف والأفكار تختلف، يعني ما كان جدا يعني ذاك التقريب للفيلمين، لكن الناس ما أدري كيف نظروا للفيلم هذا أن الفيلم يشبه مان إن بلاك. أوكي، تقييمي لهذا الفيلم هو 7/10 والفيلم جدا خطير. والفيلم الثاني اللي معنا يا شباب هو فيلم The Big Game. قصة الفيلم تتكلم عن رئيس أمريكا يكون متجه لمنطقة ثانية بأحد الطيارات الخاصة حقته، لكن ما كان يعرف أن الحرس اللي كانوا معاه في الطيارة كلهم كانوا يتآمرون على اغتيال الطيارة، يعني كانوا مفكرينهم يقتلوه. فيصير اشتباك في الطيارة وأحد الحرس اللي موجودين ياخذ الرئيس معاه ويحطه في جهاز زي الكبسولة زي كذا ويتم إطلاقه على أي منطقة عشوائية على الأرض. ففجأة الرئيس يشوف حاله موجود بمنطقة مي معروفة وما في أحد حوله غير طفل صغير، فيقول له إذا وديتني للقرية اللي أنت عايش فيها راح أخليك أنت وأهلك أغنياء، ويقعد يحاول يغريه وكذا. فهذا الرئيس ما في أحد ثاني يحرسه غير هذا الطفل، بحكم أن الرئيس ما يعرف أي شيء على الأرض اللي هو واقف فيها. أوكي، بالنسبة لي أنا كانت فكرة الفيلم جدا خطيرة وجدا جديدة، لكن العيب بالفيلم هذا أنه ما كان مرة واضح، يعني الفيلم كان جدا غريب، قصته غريبة، المكان اللي هو راح له كان يعني ما أحد يعرف عنه شيء، وأحداث الفيلم كانت جدا سريعة، يعني تقريبا الفيلم ساعة و25 دقيقة، لكن الأحداث كانت تمشي بسرعة، يعني ما أحد لاحظ شيء. الفيلم ممتع جدا وممكن تلاحظ فيه أشياء ما قد شفتها بأفلام أكشن ثانية، وفكرة أن الرئيس يكون تحت حماية طفل صغير هذه فكرة جدا خطيرة، لكن ما عرفوا يستغلوا الفيلم شويتين ويتطوروا من هذا القصة، لأن الفيلم كان جدا ضعيف من ناحية التمثيل، من ناحية الأحداث اللي كانت تمشي مرة بسرعة يعني ما أحد ركز فيها، والفيلم كان معقد لين النهاية، يعني من نص الفيلم تبدأ تكتشف أشياء وللأسف ما تتكمل معك لنهاية الفيلم. لكن الفيلم ككل يعني كإجمالي للفيلم، الفيلم ممتع ممكن تتابعه وما راح تمل، إذا مرة ما أعجبك الفيلم راح تستمتع في المشاهد اللي راح تشوفها فيه. بعدين الممثل ساميول إل جاكسون كان جدا مبدع وقال أشياء ممتعة وكوميدية كثير بالفيلم، فهذا الشيء لحاله يخلي الفيلم جدا ممتع. أسباب فشل هذا الفيلم لأن الفيلم نزل بوقت مرة غلط، كانت فيه أفلام أكبر منه وأضخم منه في الفترة اللي نزل فيها الفيلم هذا. ثاني حاجة الفيلم ما كان مرة واضح للكل، يعني القصة كانت جدا غريبة ونهايتها كانت أغرب، يعني أي أحد راح يشوف الفيلم هذا ممكن راح ينتقد النهاية، وأنا متأكد أن الجميع انتقد النهاية حقت الفيلم لأنها جدا كانت شوي غريبة، واللي يشوف الفيلم راح يستمتع أول حاجة، لكن النهاية شوية يعني لك عليها.
لكن الفيلم بشكل عام بالنسبة لي أنا يعني كان جدا ممتع واستمتعت فيه، وتقييمي للفيلم هذا هو 6.5 من 10. أما آخر فيلم معنا يا شباب هو فيلم Bay the Ghost. قصة الفيلم تتكلم عن أب يفقد ابنه بأحد حفلات الهالوين، والشيء الغريب أن أطفال كثير تنخطف بهذا اليوم والشرطة ما تلقى لهم أي أثر، فيقرر الأب أنه هو يحقق في الموضوع بنفسه. أوكي ممكن البعض منكم يشوف أن القصة مكررة بعض الشيء، لكن هذا الشيء ما راح يأثر على متعة الفيلم أو الأحداث اللي راح تصير بالفيلم. الفيلم يختلف عن أفلام الرعب اللي ممكن نشوفها حاليا. أوكي الفيلم هذا ما فيه أفكتات جدا عالية، ما فيه مشاهد رعب جدا قوية، لكن القصة لحالها شوية يعني زي ما تقول تشدك أنك تكمل الفيلم، لأن الكل يفقد الأمل، حتى أم الولد تفقد الأمل بأن ولدها راح يرجع، لكن الأب يتم مصر على الموضوع ويبحث ويحقق في الموضوع بشكل أكبر. الفيلم اللي يشوفه راح يشوفه فيلم مرة عادي، يعني ما راح يتوقع أن الفيلم هذا مرة خطير. أنا بالنسبة لي فيلم كان ممتع، والطريقة اللي صارت فيها الأحداث أو مشاهد الرعب اللي كانت بالفيلم كانت ممتعة، ونهاية الفيلم يعني كانت شيء مرة ما أحد يتوقع. يعني إذا كنت تتابع أنت الفيلم أو ودك تتابع الفيلم، أنا راح أقول لك إن الفيلم راح تشوف فيه شيء بالأخير مختلف عن باقي الأفلام. أنا متأكد إن كثير ما راح يعجبهم الفيلم، لكن بالنسبة لي كان الفيلم ممتع. أسباب فشل هذا الفيلم إن الممثل نيكولاس كيج صارت عليه مشاكل كثيرة، لدرجة إنه قام يمثل أفلام جدا كئيبة وجدا مملة. فأي واحد يشوف الممثل هذا موجود على الفيلم أو صورة حقت الممثل هذا موجودة على البوستر راح يفكر إن الفيلم جدا كئيب. لكن بالنسبة لي أنا أقول لكم أن الفيلم ممتع ويستاهل المشاهدة. تقييمي للفيلم هذا هو 5.5 من 10. في النهاية يا شباب هذا رأيي عن الأفلام، وأنا أتوقع أنها أفلام ممتعة، وأتوقع أن بعضكم ممكن راح يعجبه أول فيلمين اللي هو The Big Game وفيلم R.I.P.D. لكن ممكن فيلم Bay the Ghost بعضكم يشوفه ممل، لكن بالنسبة لي أنا استمتعت وكان فيلم جدا خرافي. أوكي يا شباب هنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن المقطع عجبكم، يا ريت تنشرونه قناة للناس اللي تحب الأفلام وتشيكوا على المقاطع اللي موجودة في القناة. مع السلامة.